أهلا ومرحبا بكم، معكم اليوم محمد سيف النصر. ماتت فاتن حمامة. بصراحة ترددت كثيرا ماذا أكتب في مقدمة هذه الحلقة عن رحيلها. هل أستخدم عشرات المصطلحات التي استخدمتها القنوات والصحف العربية لوصف الخبر الحزين، مثل صمتت القيثارة، مصر والعالم العربي يبكون أيقونة السينما، دموع في تشييع سيدة الشاشة العربية؟ لا أعرف، وجدت فقط في ذهني الخبر وتأثيره. إنها لم تعد موجودة في عالمنا كما كان الحال منذ أن اعتدت مشاهدة أفلامها القديمة صبيا ومراهقا ورجلا بالغا، وأتابع من آن لآخر ظهورها القليل في فيلم أو فيلمين أو مسلسلين تلفزيونيين شكلت أعمالها الأخيرة. غيب الموت إذن جسد سيدة القصر، ومن هذا في النفس مسحة حزن، لكنها حاضرة في حياتي وحياة الملايين عبر مئات الأعمال ومسيرة فنية استمرت 75 عاما بدأتها منذ كانت طفلة، وكأنها كانت مع الموهبة والتألق على موعد وقدر. ربما بدتم تحفظون الآن مسيرتها الفنية من كثرة ما نشر وأذيع عنها في الساعات الماضية، ولا حاجة لي إذن للإسهاب في ذلك، لكن ما لفت انتباهي أكثر هو رد فعل كثير من الناس في كل مكان، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. فقد يحزن أناس كثر لوفاة فنان، لكن أن تتحدث السيدات والبنات كأن فاتن حمامة باتت كل بنت في مصر بأحلامها ومشاكلها وأمالها، أن يرى فيها الرجال الأم والشقيقة والزوجة المرأة العادية في أي مجتمع عربي، أن يتحدث عنها الناس كأنها تقريبا يعني آخر من بقي معنا من الزمن الجميل، أن يكون رد فعل الناس العاديين على هذا النحو لهو أبلغ ما توصف به سيدة الشاشة العربية على الأقل في رأيي. نترك لكم المجال للحديث عنها اليوم. ما الذي كانت تمثله فاتن حمامة للسينما العربية برأيكم؟ ما هي أكثر الأدوار التي تحبونها أنتم للفنانة الراحلة؟ وما الفارق بين السينما التي تألقت خلالها فاتن حمامة وسينما العصر الحالي؟ شاركونا في حوار اليوم هاتفيا على رقم 00-44-20-77-65-0-2-1-1 ونصيا على رقم 00-44-79-3-40-40-7 أو على موقعنا bbcarabic.com. المشاركة متاحة أيضا على صفحاتنا الإلكترونية على فيسبوك وجوجل بلس وتويتر، وهي التي كما تشاهدون على الشاشة تتوافد عليها دون توقف الآن المشاركات الإلكترونية عن آراء الناس في الفنانة الراحلة فاتن حمامة. وزميلي حازم الخولي، وقبل حتى بداية الحوار هنا في الاستوديو، يتابع النقاش على صفحاتنا. مرحبا يا حازم في حلقة اليوم، وكيف كانت البداية لديك؟ أهلا بك محمد. محمد، الحوار اليوم مليء بالآراء التي تتحدث عن زمن الفن الجميل التي كانت الراحلة فاتن حمامة إحدى علاماته البارزة كما قال كثيرون في الحوار. سنتعرف لاحقا في البرنامج على مشاعر زوار صفحاتنا بعد رحيل سيدة القصر وغياب هذه العلامة البارزة، وأيضا نرى إجابات المشاركين على ما هي القيمة التي كانت تمثلها فاتن حمامة بالنسبة للجمهور المصري والعربي. تمام يا حازم، بالتأكيد هنعود إليك لمزيد من التفاصيل حول المشاركات على صفحاتنا. ولأن فاتن حمامة كان لها متابعون ومحبون من عشاق السينما في العالم العربي طبعا، فقد استطلعت كاميرا بي بي سي أراء عينات من بعض العواصم العربية. دعونا نبدأ من تونس، حيث تحدث هؤلاء عما كانت تمثله فاتن حمامة للسينما والفارق بين السينما التي تألقت عبرها فاتن حمامة وسينما العصر الحالي. قبل فاتن حمامة شكون؟ قبل ما كفماش كانت تتلفز برشا، كنا نمشيو من دار لدار باش نتفرجوا كاين في السينما، نتفرجوا نمشيو نكملوا قضيت نمشيو للجيران عندهم تلفز، نبداو نتفرجوا في فيلم عماد حمدي وفاتن حمامة وفريد وكل، نبداو راك اللحظة هذيك نستنى فيها بدقيقة ودرج. قبل كانت فاتن حمامة كانت سينما تمس وجدان الإنسان، تمس العاطفة، تمس كل النواحي الاجتماعية، حتى القضايا نتاع المجتمع تعالجهم بطريقه فيها برشا حكمه، برشا حياء. توا ولات سينما تجاريه، سينما تجاريه. هي هرم، فهمت؟ وهي سيد الشاشه العربيه، فهمت الله؟ ومكثر انتاجها برشا، عنده قرب 100 فيلم هكا. توفات الله يرحمها، شو تقولوا عليها؟ فاتن حمامة هي لازم تقول من الزمن الجميل،
اللي كان في السينما العربية وبصفة عامة، فهمت؟ يعني تربينا عليها فاتن حمامة، الناس كلها ده يعني أنا الكبار وكلنا نعرفوا فاتن حمامة ومغرومين بأفلامة ومغرومين يعني بالشيء اللي تعمل فيه كانت فاتن حمامة. الجيل القديم هي المم بتاع فاتن حمامة بتاع الجيل القديم، توا بتاع توا الأفلام والواحد كل ما يعجبنيش، الأفلام القبل مصري ولا تونسي هذاك اللي يعجبني. الفرق بين الافلام القديمه والافلام الجديده يعني فرق كبير ياسر. بالنسبه للافلام القديمه تلقى موضوع، تلقى كانت الخدمه يعني بروح، تحس انه الفيلم يمسك سيتوشن. بالنسبه للافلام التويكه بصراحه يعني لا من مستوى النص لا من مستوى السيناريو، التمثيل بون ربما الممثلين يجتهدوا باش يعطيوا معناها صوره باهيه للفيلم كذا، لكن بالنسبه للنص والمستوى بصراحه يعني فرق بعيد برشا. شاهدنا الناس في تونس كيف يتحدثون عن فاتن حمامه، ربما لهذا هي سميت سيدة الشاشة العربية أو السينما العربية وليست فقط السينما المصرية. واللافت أيضا أنهم يربطونها بزمن جميل، في إشارة إلى السينما، ربما في إشارة حسب رأي البعض إلى الحياة في هذا الوقت، يعني كل حسب رأيه. نستقبل الآن المجموعة الأولى من المشاركين معنا هاتفيا، وأرحب في البداية من نور الدين دسوقي يتحدث إلينا من القاهرة، حيث رحلت الفنانة الرائعة فاتن حمامة عن عالمنا. نور مرحبا بك معنا، يعني برأيك ما الذي كانت تمثله فاتن حمامة للسينما المصرية والعربية عموما؟ نور، يبدو أن نور ليس متاحا معنا. طيب نستمع إلى صوت من خارج مصر من العراق هذه المرة، وعدي صباح. مرحبا يا عدي، كيف يعني تابعتم ونظرتم لفاتن حمامة في كل مشوارها الفني هذا، وكيف استقبلتم نبأ رحيلها؟ في البداية تعزية للسينما العربية والسينما المصرية عموما برحيل الفنانة القديرة الأستاذة فاتن حمامة. استقبلنا الخبر أنه فاجعة كبيرة للسينما العربية والمصرية عموما. فاتن حمامة كانت تمثل العنصر الاجتماعي للشاشة العربية بأفلامها وبإثارتها الفنية على مدى سنوات كبيرة. فاتن حمامة زرعت الحب في نفوس المشاهد العربي، وطيبة هذه الفنانة ما زالت مستمرة. أفضل أفلامها التي لا تنسى أبدا هي تواجدها في فيلم دعاء الكروان الذي سيرسخه التاريخ جميلا، يعني كان أسلوبها راقي جدا مع الشاشة وحياتها الطيبة جميلة جدا. طبعا النص طبعا الراقي للغاية للدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، لكن أنت أشرت إلى كلمة مهمة لفتت انتباهي، أنها يعني رسخت أو جسدت العنصر الاجتماعي في أعمالها وعبرت عنه على أي نحو؟ يعني هل تشعر أنها كانت تناقش قضايا المجتمع في وقتها وتحرص على هذا في أعمالها الفنية؟ واكبت الفنانة فاتن حمامة جميع تطورات المجتمع والحياة الاجتماعية لدى المشاهد والعائلة العربية عموما. فاتن حمامة كانت قريبة جدا من شخصيتها الفنية من الإنسان أو المشاهد العربي. نعم. بأفلامها المثيرة جدا. طيب شكرا يا عدي، ونستمع إلى وائل أنور يتحدث إلينا من الإمارات. مرحبا يا وائل، يعني كيف تنظر إلى فاتن حمامة وأعمالها الفنية؟ ما هو أفضل عمل ربما تحب أن تتابعه أنت للفنانة الراحلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أولا بنعزي أنفسنا كلنا برحيل الفنانة المحترمة فاتن حمامة، وجميع أفلام فاتن حمامة كلها بلا استثناء أفلام جميلة وأفلام هادفة، يعني ما فيش فيلم أحسن من الثاني، كله حلو وكله جميل جدا جدا جدا. طبعا فاتن حمامة قيمة محترمة، فنانة مبدعة خلوقة مثقفة، حافظت على أخلاقياتها وأخلاقة المجتمع المصري في زمن جميل في أدوارها، مثال فعلا يحتذى به، مش زي السينما اللي احنا بنشوفها دلوقتي. معلش يعني بعد إذنك،
احنا اصبحنا بنصدر الانحطاط والسفاله والسفاهه واللا اخلاقيات للعالم العربي حاليا. السينما المصريه ماتت واندفنت في الثمانينات، خلاص انتهى زمن الاحترام وزمن المخرجين وزمن الممثلين وزمن الحوار وزمن المؤلفين وزمن الانتاج، خلاص. فاتن حمامه دي مثال يحتذى به في العالم العربي كله، واللي اطلق عليها في الشاشه العربيه فعلا اطلقوا عن جد وعن حقيقه، يعني تعازينا. طيب وائل، بس بسرعه، يعني ما في كثير من الفنانين ينتمون لهذا الزمن رحلوا ايضا، وكان هناك طبعا ردود افعال وحزن من الناس عليهم، لكن أن نرى ردود الأفعال بهذه الصورة بالنسبة لفاتن حمامة، لماذا برأيك وأنت واحد من جمهور متابعي أعمالها؟ لأن شخصية مختلفة، معلش مع احترامي لكل الفنانين الجمال اللي كانوا في عصرها، فاتن حمامة شخصية هادئة، شخصية امتازت بشخصية غير كل الشخصيات بتاعت الممثلين اللي كانوا في عهدها، شخصية أخلاق، شخصية مثقفة، إنسانة هادية وشها بشوش، ما عملتش أي فيلم يسيء لا لمصر ولا لنفسها، حافظت على تاريخها من أول ما ابتدت لغاية ما توفاها الله. ده الفرق، التميز في الشخصية مش أكتر. ربنا ادى كل واحد موهبة وادى كل واحد فوق فردية، يعني هو ربنا سبحان الله ادها كده. تمام، شكرا جزيلا لك يا وائل. والآن ينضم إلينا في حوار اليوم عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة اللبنانية بيروت الناقد الفني والسينمائي محمد حجازي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، ويعني أنت استمعت ربما إلى جانب من هذا الحوار، وربما تابعت ردود أفعال أكبر في كل البلدان والمجتمعات العربية والصحف والمجلات والقنوات، يعني التفسير الفني من وجهة نظرك لكل هذا الكم من ردود الأفعال وكل هذه المشاعر والتقدير لسيدة الشاشة العربية الراحلة. تحية لك والعوض بسلامة كل الشعب العربي. طبعا يعني ما شهدناه من ردة فعل حزينة، ردة فعل صاخبة في كل العالم العربي على رحيل السيدة فاتن حمامة كان ردا طبيعيا جدا. هذه السيدة قدمت للمجتمع العربي ما لم تقدمه كل الجمعيات، كل الحكومات، كل المرجعيات أيا كانت، اجتماعية، سياسية، ثقافية. استطاعت بكل بساطة بخياراتها كممثلة، بحضورها كممثلة، وبقيمها ومبادئها وثقافتها وموهبتها أن تكون حاضرة على هذا القدر من التعاطي مع هذا الفن الراقي الذي هو فن التمثيل. يعني لم تعتمد على التمثيل على أنه فقط هو صورة تنقل يعني صورتها إلى الناس، أبدا. ما كانت تدخل في أي مشروع سينمائي إذا لم يكن هذا المشروع يحمل رسالة اجتماعية لها قيمة. ما دخلت مشروعا إلا وأحدث ردة فعل إيجابية في المجتمع، ولطالما أثيرت قضايا بعد الأفلام التي أنجزتها، هذه القضايا كان محفزها هو الأفلام التي صنعتها وشاركت فيها فاتن حمامة. صحيح، وربما يعني عشان كده كثير من الناس يشعرون أنها عبرت عنهم، ولهذا هذا الكم الهائل من المشاعر عبرت عن كثير من مشاكلهم العادية وقضاياهم في أفلامها. لكن على المستوى الفني كيف استطاعت أن تجسد كل هذا؟ إلى أي مدرسة تمثيلية إذا تحدثنا من ناحية مهنية كانت تنتمي فاتن حمامة في أسلوبها وأدواتها وملكاتها الفنية؟ بكل بساطة هي المدرسة، هي لم تنتمي إلى مدرسة، شكلت مدرسة قائمة بذاتها. لا تستطيع أن تعثر بكل تاريخ السينما العربية، في كل تاريخ الفنون العربية الأدائية، على من يقدم أدوارا كما قدمتها فاتن حمامة. فاتن بكل بساطة كانت تتلقف الدور، تهضمه، ومن ثم تبثه بالطريقة التي تريحها هي أو التي ترتاح معها هي. ما قبلت دورا أبدا إذا لم تحس أنه سيخرج منها دورا مختلفا. ما قالت نعم لدور إلا وكان هذا الدور له وزن وله قيمة. يتحدث محمد خان في مقالة منذ أيام يقول أنه كان يحاول إقناعها بفيلم أحلام هندو كاميليا على أن يجمعها بالراحلة أيضا سعاد حسني. سعاد حسني قرأت وما أعجبت، لم تحب الدور، قالت له أنا لم أجد نفسي في الدور.
السيدة فاتن قالت له أنا سأقرأ وبعد فترة سأقول لك إذا كنت قد هضمت هذا الدور لكي أتابع به. الفنانون الكبار لا يمكن أن يدخلوا مشروعا لا يجني لهم يعني مادة رفيعة من الأداء ومن التأثير الجماهيري. فاتن حمامة في كل الأدوار التي قدمتها أحدثت ردة فعل جماهيرية لها وزنها لها قيمتها نعم. ولها شكلها طبعًا. المختلف عندما قدمت أريد حلا يعني نعم. سنأتي طبعا على هذا هذه القضايا التي عالجتها، لكن الفيلم الذي تحدثت عنه طبعا أحلام هند وكاميليا، قامت الفنانة الكبيرة أيضا نجلاء فتحي بأداء هذا الدور الذي عرض نعم. على لا أنا أقول سيدة الشاشة العربية الدور عرض قبلا على فاتن صحيح. حمامة وسعاد حسني صحيح. قبل أن يعرض على نجلاء فتحي وزميلتها في الفيلم صحيح. طيب خلينا نستمع لمزيد من آراء الناس. أنا كنت أقصد بأريد حلا طيب أنا سأعود إليك لأن هذا الفيلم ربما يعني يحتاج مساحة خاصة، لكن نستمع إلى حديث بعض الناس الذين يحبون الحديث عن هذه الفنانة الكبيرة. ناصر السيد الذي يتحدث إلينا من عدن، يا ناصر تفضل، ماذا تريد أن تقول عن الفنانة فاتن حمامة كما شاهدت وتابعت أعمالها لديكم في اليمن؟ والله فاتن حمامة يعني كلامنا في فاتن حمامة كلام يعتبر كلام ناقص، ومهما قلنا عنها ومهما ألفنا عنها هذه فنانة عظيمة. وقبل ذلك عندي بيت شعر أقول فيها يا مصر فلتحزني لموت فاتن حمامة، كانت نموذج فريد في الفن وأهل الوسامة. فاتن حمامة في كل شيء بكل شيء بأفلامها أو مشاركاتها الفنية كانت جدادة في كل شيء. فاتن حمامة جدادة في فنها، جدادة في رومانسيتها، برقصتها جدادة. هل هذا الأسلوب الراقي الرومانسي الرقيق الذي تتحدث عنه هو أكثر ما أعجبك فيها؟ ما أكثر ما كان يجذبك أنت كمشاهد لمتابعة أعمال هذه الفنانة؟ والله نحن في عدن أبناء عدن أنا يحبون الفن المصري، ولكن فاتن حمامة هي تقريبا المسيطرة هنا على قلوب الناس وعقولها. ليس الجيل السابق بل الأجيال الآن. أنا مثلا نحن الفارق بيننا وبين فاتن حمامة أكثر من 45 عام لكنها موجودة في قلوبنا ونحب فن رغم انه قديم لكن فن راقي، فن يصعب فاتن حمامه يصعب ان تذكر فاتن حمامه في الشارع العربي. شكرا لك يا ناصر على هذا الراي. واستمع الى محمد فيجو يتحدث الينا من بني سويف في مصر. يا محمد، يعني ما الذي كان يعجبك في الفنانه الراحله فاتن حمامه وافضل عمل كنت تتابعه لها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هي فاتن حمامة احنا عارفين ان مصر كلها عارفة ان هي العرب الرابع في التمثيل العربي المصري اولا. اثنين، هي من السيدة الاولى في الفن المصري. ثلاثة، اولا كل افلامها هادفة. عندك في فيلم اسمه امبراطورية مين، امبراطورية مين دي؟ دي فيلم بيتكلم عن الشباب صح؟ العصر الحديث يعني قبل ما تكون يعني انت فاهم يعني كل اهلك. عندك في فيلم ثاني اسمه صراع المين. صراع المين دي ده من افضل افلام العربيه العربيه. افضل اقول كده الافلام العربيه في السينما المصريه هم اثنين عندنا يعني اللي هي السيده شاديه والسيده فاتن حمامة. افضل اثنين، افضل فن هادف يهدف عكس الفن عكس العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ما عمري شفت فيلم هادف يتكلم عن الشباب وعن المصيبه الاكبر اللي هي بتهز الوطن العربي. مع ان في كثير من الافلام في هذا العصر تتحدث باسم الشباب وتقول انها تنتمي لما يسمى سينما الشباب، لماذا يعني لا تشعر او ليه مش حاسس ان السينما في هذه الايام لا تعبر عن الواقع والمجتمع كما كان في السابق؟ اقول لك ليه. دلوقتي الافلام الهادفيه دلوقتي مع سوري يعني في اللفظ، دلوقتي الافلام واحترامي ليك يعني رحمه رخيص، افهم انت بقى.
الاعلام في مصر اي واحد وقت بيجيب لك بلطجي يصور لك رقاصه هذا الفيلم ليه؟ يقول لك ليه؟ يقول لك اللي محتاج الجمهور عايز كده. والجمهور مش عايز كده اذا انت بتعمل لي حاجه هادفه او بتتكلم باسم المجتمع. ازاي انت دلوقتي بتتكلم باسم المجتمع وحاجات هادفه للشباب والمجتمع اللي احنا عايشين فيه ده واللي هو رساله بيقدوها اللي هم الفنانين بالرساله اللي يقدوها ويجي يقول لي بلطجي؟ يعني مثلا المصريين انت هتقول لك على هيئه مثلا بلطجي رئيس رقاصه، يعني مثلا المجتمع المصري اللي احنا مثلا بنتكلم على تمام رسائل مثلا الطعفيه والحاجات دي مثلا اللي بتهد الوطن العربي اللي احنا عايشين فيه ده. تمام شكرا. يعني هو اكيد الجمهور مش عايز كده يا محمد لانك انت هو واحد من الجمهور ومش عايز كده. شكرا جزيلا على هذه المشاركه واعود الى ضيفي من بيروت. يعني ربما كما تطالع يعني هم الناس تشعر بفرق كبير بين سينما فاتن حمامة والسينما الحاليه، لكن كيف هي تمكنت ان تعالج قضايا اجتماعية هامة في أفلامها، تمس حياة أبسط البسطاء في المجتمع المصري أو المجتمع العربي، لكنها لم تصل إلى ما يسمى بإسفاف أو يعاب على السينما التي تزعم أنها تعبر عن قضايا الأوطان الآن وقضايا مصر، وهو الإسفاف أو استخدام أساليب يقال أن هو ده مجتمعنا الآن. كيف تمكنت هي من هذه الوصفة السحرية أن تفعل هذا وبكل هذا الرقي، أن تكون راقية في الأداء وتصل رسالتها للمواطن البسيط العادي أيضا؟ لأن فاتن حمامة هي شخصية ساحرة، شخصية إشكالية في هذا الموضوع. يعني هي لم تكن ممثلة عادية، ولا كانت موهبة عادية، ولا كانت امرأة عادية. بكل بساطة إذا يعني تعاطيت معها بشكل خاص ومباشر قبل أن تجدها كممثلة أمام الكاميرا، ستجد هذه السيدة هي كما تحدثها مباشرة كما تراها على الشاشة. هناك توليفة، هناك يعني تركيبة لهذه الشخصية، لهذه الامرأة، هي التي فرضت نفسها على السينما. كل ما كان يصل إليها ولو كان معقدا مليون في المئة كان يتحول إلى مادة سهلة بسيطة تقدمها بعفوية لكي تصل هذه المادة إلى أكبر شريحة من الناس. يعني أكبر القضايا وأعقدها كانت تبسطها بأداء العظيم وبالطريقة الهادئة، ويعني بمناخ يفهم كل قطاعات المجتمع. طب بس إلى هذا الحد شرح لي أستاذ محمد، كان الآخر يستوعب هذا المناخ. كيف في فيلم زي أريد حلا وأنت كنت تود الحديث عنه استطاعت أن تجسد بكل هذه البساطة التي تتحدث عنها أنت في أسلوبها والرقي هذا الدور لامرأة تمر بكثير من التعقيدات والتجاذبات، المرأة التي يعني أنهكتها وطحنتها وكسرتها ربما قوانين أحوال شخصية ليست منصفة وأوضاع مجتمع صحيح. ربما صحيح. تكون غير منصفة، كيف قدمت هذا بكل هذه البساطة والرقي؟ يعني هنا نعود أيضا إلى طبيعة شخصيتها، هذه الطبيعة الشخصية التي تمتلكها. أولا هي تمتلك ثقة كاملة بأنها قادرة وبأنها ممتلئة بالمبادئ والمعاني الراقية، كل هذا يعطيها ثقلا نوعيا في شخصيتها كامرأة. عندما واجهت كل هذه المناخات يعني المعقدة لامرأة ما عادت قادرة أن تفعل شيئا لأن القوانين تطحنها، استطاعت بكل بساطة أن تصل إلى حقها من خلال أن تلهج هي بهذا المناخ. وقد استطاع هذا الفيلم، وأنت تدرك هذا، استطاع هذا الفيلم أن يؤمن تعديلا في قانون الأحوال الشخصية في مصر. يعني المرأة استطاعت أن تأخذ حقا من وراء هذا الفيلم، والسبب هو فاتن حمامة. صحيح. يعني صحيح. يعني هنا دور السينما، هنا دور الفن، وهنا دور من يتربعنا على عرش النجومية سواء كانوا إناثا أو ذكورا، عليها أن تمسك برسالة، أن تحمل قضية، أن تتابع بها حتى النهاية، وأن تحصد نتيجة. نعم. فاتن حصلت نتيجة ميدانية وعدلت في قانون الأحوال الشخصية في مصر، هذا يحسب لها. صحيح، لأنها نجحت في يعني جعل كل الناس يمسون هذه المعاناة التي تعانيها أي امرأة عادية في هذا الموقف. أستاذ محمد ابقى ولكن معنا، ولكن أرغب في الكلام عن كاتبة القصة حسن شاه، يعني الراحلة. صحيح. الكاتبة العظيمة والصديقة
حسن شاه هي التي حفزت فاتن أن تقوم صحيح. بهذا الدور، لأن السيدة حسن هي التي أقنعت السيدة فاتن نعم. بأن يتعاونا معا ويقدم هذا الفيلم. طبعا هي كاتبة رائعة وعظيمة هي الأخرى، لكن عشان نعم. الحوار لا يقتصر فقط يا أستاذ محمد على ما يدور هنا في الاستوديو، الحوار أيضا على صفحاتنا الإلكترونية لا يتوقف، وزميلي حازم الخولي يتابعه لحظة بلحظة. أعود إليك مرة أخرى يا حازم، ويعني ماذا عن القيمة التي كانت تمثلها فنانة كفاتن حمامة كما يعني عبر مطالعي صفحاتنا اليوم في مشاركته؟ محمد، الآراء هنا في الحوار لم تختلف كثيرا عما سمعناه من آراء ومشاركات عبر الهاتف وأيضا من ضيفك الأستاذ محمد من بيروت. معظم الآراء هنا وصفت الراحلة فاتن حمامة بأنها رائدة من رائدات زمن الفن الجميل الذي كان يلعب بحسب المشاركين دورا مهما في تثقيف وتنوير المجتمع وإظهار عيوبه وتقديم القيم والمبادئ ليس فقط في مصر ولكن في مصر ولكن في المنطقة بأسرها. هؤلاء قالوا إن كل هذا ساهم في حصول فاتن حمامة على العديد والعديد من الجوائز والأوسمة ليس فقط في مصر ولكن أيضا من خارج مصر. مثلا على صفحة شارك برأيك يقول نبيل صبحي: فاتن حمامة كانت نافذة تستطيع أن ترى من خلالها تطور المجتمع وسلوك الشخصية المصرية. على صفحتنا على فيسبوك يقول محمد جميل: هي المرأة المثقفة ذات الوعي الحاضر التي كانت تنادي بحقوق المرأة. هاني يقول: قيمة وقامة فنية ستظل السينما العربية تتذكرها لفترة طويلة للغاية. مشاركة من زوزو موسى تقول: هي حالة إبداعية ومزيج من الصدق والتلقائية وكأنها تمثل المرأة العربية بكل مراحل عمرها بدون تكلف. نعم. طيب من وجهة نظر المشاركين، لأن رأينا برضو كثير من الناس يركزون على هذه النقطة، ما الفارق بين السينما التي تألقت فيها فاتن حمامة وسينما العصر الحالي التي تجتذب كثير من أسهم انتقاد الناس؟ محمد، كثير من المشاركين قالوا إن الفارق بين هاتين المرحلتين من عمر السينما هو فارق كبير جدا. البعض وصفوا بأنه كأنه الفرق بين السماء والأرض. المشاركات التالية محمد ستوضح لماذا اختار المشاركون هذا الوصف. مثلا تقول نهى محمد: هو الفارق بين الأصالة واحترام العقول وبين الانحلال الأخلاقي وخدش الحياء. ماجدة سليم تقول في مشاركة أخرى: أهداف السينما بالماضي كانت تنتصر للأخلاق والعلم، حتى الشر كان به شيء من الرحمة، أما الآن فكل شيء قابل للبيع والشراء مع الابتذال في الألفاظ والملبس. صباح البركات يقول في مشاركة أخرى: ما قدم أيام زمان كان أكثر نضوجا إنسانيا وفكريا واجتماعيا عكس ما نراه اليوم من البحث عن المكاسب المادية فقط. عبد العالي قدم رأيا شهيا للغاية يقول: هو نفس الفرق بين وجبة عشاء مقدمة بمطعم خمس نجوم وأخرى بمطعم للوجبات السريعة، أو الفرق بين الطبخ على نار هادئة والطبخ بجهاز الميكروويف. تمام. يعني هو رأي بصراحة معبر أو على الأقل ينقل الرسالة بكل تعبير. لكن حازم، يعني في ظل إشارة كثيرين كما طلعنا للفارق بين سينما جيل فاتن حمامة والسينما الحالية، إلى أي مدى رأى المشاركون أن نمط سينما الخمسينات والستينات إذن قد يصلح للتعبير عن قضايا المجتمع في عصره الحالي من عدمه؟ الكثيرون في الحوار محمد رأى أنه النمط الخمسينيات لا يصلح للعصر الحالي لأسباب كثيرة، منها تغير العصر والمجتمع وأدوات العمل الفني وحتى تغير المتلقي نفسه. بالطبع كانت هناك أسباب أخرى، منها ما ذكره محمد شاكر الذي يقول: أكيد لا يفلح في عصرنا لأسباب كثيرة، أهمها أن الحياة الآن أصعب وأكثر تعقيدا، لكن يبقى الفيلم القديم تراث مجيد. أسامة يقول: قد يكون نمط الخمسينيات غير مناسب في عصرنا الحالي، لكننا في أمس الحاجة إلى مصداقية ذلك العصر. ماهر مراد يقول: في الخمسينيات لم يكن هناك داعش ولا فكر سلفي ولا فيسبوك ولا تويتر ولا إنترنت ولا أي وسيلة تواصل اجتماعي، وكان هناك قطبان سياسيان يحكمان العالم ولم تكن هناك عولمة. أخيرا مشاركة بتوقيع الخط العربي تقول: السينما الآن في أيدي أناس هدفهم تنويم وإلهاء الناس فقط، لا معالجة قضايا كبرى ومشاكل المجتمع العربي، فيسلطون الضوء على قضايا هامشية ويتركون أمهات القضايا. نعم.
شكرا يا حازم على هذه الآراء المثيرة للاهتمام بصراحة، وتحدثت برضو كثيرا في حق هذه الفنانة الكبيرة الراحلة. نعود إليك قبل نهاية الحلقة لاستعراض مزيد من المشاركات. يعني أستاذ محمد، يعني في عودة إليك مرة أخرى، بس أرجو أن تبقى معنا لأننا نود أن نسمعك الكثير من الآراء من عدة يعني مناطق وعواصم عربية كي نضفي زوايا أخرى على الحوار. الآن نستمع لمجموعة من الآراء من العاصمة اللبنانية بيروت من لديكم يا أستاذ حجازي. هذه المرة هناك تحدث الناس أيضا عما كانت تعنيه فاتن حمامة للسينما العربية، وعن الفارق من وجهة نظرهم بين سينما أيام فاتن حمامة والسينما الحالية، وهي قامت بتصوير أفلام في لبنان وفي بيروت طبعا من قبل. نطالع ونتابع ونشاهد. الفرق بين السينما عدورة والسينما حاليا، يعني الفرق بين الأرض والسماء. وصلنا لعصر انحطاط فني بالسينما، بالغنى، بالسياسي، بكل شيء. فاتن حمامة فنانة قديمة، بطل يجي مثلها، كانت محافظة على الفن الحلو، ومصر خسرتها مثل ما نحن كمان بلبنان عم نخسر فنانين كتير كبار مثل صبوحة. يعني هي رمز من رموز مصر تعد. السينما القديمة كان في بالفعل تمثيل، كان في إخراج، كان في موضوع. اليوم كله فوفيش، ما في شيء. بتمثل لي أهم ممثلة عربية من وقت ما كنت صغيرة، كتير بحبها ولهلأ بعدني عم شوف أفلامها بالأبيض وبالأسود. السينما العربية اللي كانت هي مصر جمالاً، وبكبارة مثل عمر الشريف، فاتن حمامة، أحمد رمزي، كل هالعمالقة إذا بدك تسميهم، كان في سينما عن جد، يعني كانت بمستوى على نفس الخط مع هوليوود إذا بدك. حالياً شيء كتير هابط، يعني ولا شيء أكيد عادي، الله يرحمه. كانت قديرة الممثلات كلها، بيكفي أنه أخذ السيد شغل عربية أنه it's a good title، يعني أنه الكل كانوا يغاروا منها. الله يرحم أيام زمان، هيدول كلهم أبطال، هيدول عمالقة كانوا من قبل. هلأ لا، ما بتعني لي شيء ولا شيء بيعني لي هلأ مثل ما كان يعني لي من قبل. كان من قبل فيه صدق. يعني هذه الآراء المعبرة أيضا من لبنان ومن العاصمة بيروت، هناك يعني تجسد أن الفن ليس له حدود ويخترق أي حدود، وهكذا كانت فاتن حمامة عابرة لكل حدود في العالم العربي. أعود إليك أستاذ محمد مرة أخرى، ومن هنا سؤالي، يعني إذا جسدت فاتن حمامة دور الفتاة الريفية الفلاحة التي تعاني بسبب يعني كثرة الإنجاب في مجتمعها وفي بيتها من شقيقتها، يعني كيف نجحت في أن تمس قلوب المواطنين العرب في كل المجتمعات العربية؟ بعض المجتمعات لا تعاني نفس المشاكل. في فيلم يوم مر ويوم حلو جسدت يعني وقع الفقر على أسرة مصرية وكيف يحدث وكيف تأثيره. ليست كل المجتمعات العربية أيضا تعاني نفس المشاكل، لكن كيف هي تمكنت هكذا أن تكون عابرة للحدود ومخترقة لكل الحدود في العالم العربي بهذه الصورة؟ نعود أستاذي إلى ما قلناه بداية عن شخصية فاتن حمامة، عن هذه التركيبة الخاصة، عن هذه الموهبة التي يعني لا تشبه أي موهبة أخرى على ساحتنا العربية. هذه موهبة يعني حاول الكثيرون أن يعني يحددوها وأن يحصروها وأن يفسروها، لكنهم ما خرجوا بأي نتيجة. النتيجة الوحيدة بالنسبة لفاتن هي أنها هكذا، يعني أي مادة تقدمها عليك بكل بساطة كمشاهد أن تصدق، لا يمكن ألا تصدق، لا يمكن أن تشعر بأن هناك كذبا أو تمثيلا أو يعني أن تدخل بطريقة خطأ في الشخصية أبدا. هذه شخصية خاصة جدا، قادرة ومتميزة، أي مادة تأخذها تهضمها وتقدمها بطريقتها هي. لذا أي دور كانت تلعبه، يعني هي عندما جاءت إلى بيروت وصورت فيلم حبيبتي مع محمود ياسين وبإدارة بركات، وكانت تصور هنا يعني قريبا منا في حديقة الصنائع، كانت سيدة مدنية عادية وسيدة تحب
ويعني كان البطل أمامه محمود ياسين. وأذكر يعني أنا شخصيا كنت أواكب تصوير هذا الفيلم وكنت أدرس في صف البكالوريا يومها، فكانت تتحرك سيدة ليدي، ولكن هذه الليدي التي ظهرت لأن دورها يقضي هذا هي نفسها التي ظهرت في الحرام وظهرت في ليلة القبض على فاطمة وظهرت في يعني يوم مر يوم حلو. هذا التنوع هو فاتن حمامة. كل ما يصل بين يديها يتحول إلى ذهب يحمل اسمها ودمغتها. فاتن ما أمسكت دورا إلا كان هي، يعني هي تقنع إلى درجة غير طبيعية، لا يمكنك على الإطلاق أن تواكبها وتقول يا ريتها مثلا قدمته بطريقة معينة، أبدا. طيب. هي تقدم الدور متكاملا رائعا ومقنعا. كثير أستاذ محمد من الفنانين خاصة الذين يركزون على ما يمكن أن يسمى أدوار هادفة وأدوار تعبر عن قضايا وتحمل رسالة يواجهون معضلة الشباك والمحتوى الهادف. هذه المعضلة تتعلق ب يعني تنفيذ الفيلم والأداء التمثيلي وحتى فيما يتعلق بالملابس بشكل معين لجذب الإيرادات والجماهير وبين التركيز على المحتوى والمضمون. هل أو كيف نقيم مواجهة فاتن حمامة لهذه المعضلة طوال تاريخها الفني؟ هل نجحت في تجاوز هذه المعضلة أم في بعض الأفلام لم تنجح؟ كيف تقيم أنت هذا؟ الذين حاولوا غيرها أن يقوموا بالدور نفسه، يعني أن يقدموا أدوارا هادفة لها وزنها ولها قيمتها ولها مبادئها، حاولوا نعم، لكن السينما عملية عامة، يعني هي فعل مشترك. لا تستطيع ممثلة واحدة أن تقوم بهذا العمل في فيلم واحد. فاتن حمامة ميزتها أنها 100 امرأة في امرأة واحدة، يعني عندما تحضر فاتن هي تكوكب من حولها ما يسمى بالحقل المغناطيسي الذي يعني يجذب كل ما حولها من الكاميرا إلى الممثلين الذين يتعاطون معها، كلهم يصبحون فاتن حمامة. كل من يقف في مواجهتها أمام الكاميرا، حتى المخرج الذي يقف خلف الكاميرا. وهذه الكلمات قالها رحمه الله أنري بركات، قال لي عندما ننزل مع فاتن إلى البلاتو نصبح كلنا فاتن، نتصرف مثل فاتن، نتصرف كما تريد فاتن، نتصرف وكأننا بكل بساطة هي التي تعطينا الأوامر ونحن ننفذ. إلى هذه الدرجة كان لها حضور وكان لها كاريزما. هذه الكاريزما ليست متوفرة بهذه القوة عند غيرها من الفنانات. هنا الفارق. يعني خلينا نستمع لسالم يونس يتحدث أيضا من لبنان. مرحبا يا سالم، وهل تعتقد أن هذه الكاريزما التي يتحدث عنها الأستاذ محمد حجازي هي أو كانت سر نجاح سيدة الشاشة العربية؟ طبعا، هي تشربت الفن منذ الصغر، فهذا جزء من شخصيتها، وكانت عندما تمثل بتلقائية وبدون تمثيل، وهذا في لغة السينما يعتبر شيئا مهما. وفاتن حمامة تعتبر هي أيقونة السينما العربية، وبقيت تحافظ على براءتها طوال فترة حياتها. فكنت عندما كنت أسمع، أنا من معجبين بصوتها وليس بس فقط في تمثيلها، لما صوتها كان شاركة بالبراءة بالطفلة اللي داخلها. يعني تحس أن من منذ بدايتها مع عبد الوهاب فيلم يوم سعيد عام 1940 إلى نهاية حياتها بقيت تحافظ على هذه البراءة من الطفولة والتلقائية في التعامل والطيبة، وهذا شيء مهم جدا في الممثل والإنسان. نعم صحيح. شكرا لك يا سالم على هذه المشاركة. الآن أدعو ضيفي من بيروت الناقد السينمائي محمد حجازي، وأنتم مشاهدين ومستمعين في كل مكان، للاستماع إلى مجموعة أخرى من الآراء التي استطلعتها كاميرا بي بي سي. هذه المرة توقفت الكاميرا من أو في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، حيث يعني رحلت الفنانة وحيث عاشت حياتها وقدمت أعمالها الفنية في معظمها. سألنا الناس عما كانت تمثله فاتن حمامة بالنسبة للسينما العربية. والله أنا من الجيل اللي شاف فاتن حمامة وإحنا صغيرين، يعني فغرزت في الواحد إزاي يبقى محترم، وخصوصا لو كان فنان. سنة عظيمة جدا، سنة كويسة، سنة علمتنا حاجات حلوة يعني جميلة جدا.
كل افلامها وممتازه يعني، بس انا تحس ان هي ام واخت وكل حاجه. الفنانه العظيمه فاتن حمامه طبعا الله يرحمها، يعني زمن الفن الجميل ما اقدرش اقول اكتر من كده، الفن الجميل الله يرحمها. السينما في وقت فاتن حمامه كان في فن، كان في قصص، كان في قضايا اجتماعيه بتتناقش، كان في مواضيع لها كذا بعد، في بعد اجتماعي وفي بعد سياسي وفي بعد ثقافي. اما دلوقتي السينما يعني مفيش قصص، ابتذال. السينما في عهد فاتن حمامه سينما محترمه، كان الفرجه في التلفزيون وكان الواحد يتفرج يسمع الفاظ كويسه، كلمة حب بس مش أكتر. إنما دلوقتي لبس عريان، مناظر مخلة بالأداب، يعني حاجات كتيرة. سينما الفنانة فاتن حمامة كان سينما محترمة هادفة، بتحكي قصة، تتفرج على فيلم شوقي نهايته. لكن اليومين دول طبعا طبل وزمر وناس عريانة وناس وخلاص على كده. زمان كانت الأفلام حلوة، كانت تعرف تتفرج على الفيلم. إنما دلوقتي كان خلاص يعني، دلوقتي حتى الألفاظ بالأفلام وبتاع يعني شغل ما مش زي زمان يعني. طيب يعني كما استمعتم كثيرون ممن تحدثوا عن سيدة الشاشة العربية في القاهرة يركزون على نقطة الفارق بين السينما التي يشاهدونها الآن وبين سينما الفن الجميل أو العصر الجميل كما يقولون هم، التي طبعا عملت خلالها السيدة فاتن حمامة. أستاذ محمد، عودة إليك مرة أخرى، ونقطة يعني المقارنة بين الزمنين السينمائيين أو ربما الزمنين في المجتمع، يعني من حيث التوقيت الزمني، هل هذه المقارنة تجوز؟ ومن هنا نطرح سؤال آخر، ربما يعني هل كانت طريقة معالجة القضايا في الأفلام في الخمسينات والستينات لتصلح الآن، أم أن هذه مقارنة ظالمة مع تغير المجتمعات وتطورها وبالتالي تغير المشاكل والقضايا عموما؟ سيدي، أنا مع أن تطور المجتمع اختلف والمقارنة ظالمة. نعم المقارنة ظالمة، كان يعني للعصر الماضي لسنوات الخمسينات والستينيات حيثيات معينة، مواصفات معينة، مناخ معين، حضارة معينة، آداب، مبادئ، كل هذا كان بشكل خاص لهذه الفترة. الآن نحن في يعني في زمن آخر، نحن في عصر الإنترنت، في عصر الفضائيات، في عصر كل شيء مباح، في عصر كل شيء يعني بات عاريا، ما عدنا يعني لا نغلف شيئا ولا نغطي شيئا، ولا إذا أردت يعني نجعل أي سر موجودا عندنا، كل شيء بات متاحا. لذا بات الاستسهال في أيامنا هذه هو المشكلة الكبرى. من يقدمون سينما وهم نسبة عالية من السينمائيين يقدمون ما يريده الناس، ما يريده الناس كاستهلاك، ولا يقدمون أفلاما يريدون أن تعيش لاحقا. يعني أنا نزلت إلى القاهرة منذ أشهر، شاهدت فيلم الفيل الأزرق لمروان حامد، يعني شعرت بأن هذا الرجل يحلق في كوكب آخر، يقدم فيلما رائعا ممتازا في مواجهة ما يقارب 25 فيلما تحلق في مكان آخر لا علاقة له، بكل ما يعني بكل جدية أبدا. طيب، يعني هو الرقص والمرأة والكلام. طيب أستاذ محمد، بس سريعا أرجوك بسرعة، في يعني دائما كانت تثار حول الفنانين نقطة علاقتهم بالسياسة، وهي عاصرت عصور سياسية هامة في مصر، كيف يمكن أن توصف علاقة فاتن حمامة بالسياسة طوال هذه العصور؟ هي كانت ترفض السياسة تماما. أنت تدرك أنها بين عامي 61 و73 غادرت القاهرة وتنقلت بين بيروت ولندن، يعني هي تواجدت عندنا في بيروت لعدة سنوات هربا من نظام المخابرات في مصر، هذا النظام الذي كان معروفا كثيرا، وهرب معها كثيرون من الفنانين، يعني على رأسهم يوسف شاهين. يوسف شاهين جاءنا إلى لبنان وجاء بركات، وكلا المخرجين قدما وأخرجا ثلاثة أفلام للسيدة فيروز مع الأخوين الرحباني، وهناك أفلام قدمت كإنتاج مشترك بين بيروت والقاهرة ودمشق، لكن هذه الأفلام المشتركة يعني يفترض أن تزاح عن الخارطة التي يعني نفضل أن نحتفظ بها بشكل إيجابي إلى الغد، كانت أفلام يعني تجارية جدا. طيب، ولكن هرب كثيرون من نظام المخابرات في مصر، هذا النظام جعلهم يهربون،
وتركوا لبنان لاحقا وعادوا الى مصر بعدما تبدلت الاحوال. تمام، شكرا جزيلا لك استاذ محمد. الحديث عن فنانه بحجم فاتن حمامه يطول طبعا، لكن شكرا على هذه المشاركه الناقد الفني والسينمائي محمد حجازي، كنت معنا من العاصمه بيروت. الان مشاهدي ومستمعي في كل مكان، ادعوكم لمتابعه المحطه الاخيره التي توقفت فيها كاميرا بي بي سي لجمع مزيد من الاراء عن هذه الفنانه فاتن حمامه. العاصمه العراقيه كانت هي المحطة هذه المرة. السؤال كان عن دور فاتن حمامة في السينما العربية والفارق بين سينما عصر فاتن حمامة وسينما العصر الحالي. يعني أنا شريد أتحدث عن فاتن حمامة، يعني أغنت السينما العربية، لها فضل في نشر السينما العربية في الوطن العربي وفي حتى وصلت للعالمية، يعني في مهرجانات كان وغيرها. يعني فاتن حمامة قمة من قمة، لن تتكرر، يعني ما تكررت فاتن حمامة. أنا بالنسبة لي فاتن حمامة كانت يعني من أفضل 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 الممثلات عندي، لأنه تجمع مجموعة، يعني كل فنان يحتاج إلى مجموعة أشياء تنجمع تكون الفنان. ست فاتن حمامة كانت يعني لديها كل المواصفات، كل الصفات، الأناقة، الجمال، الحنان. خال كبير، عندما احنا ننطق على هذا الزمن، الزمن الجميل، زمن الحب والرومانسية، هسه زمن العنف والقتل والدم، ذاك الزمن تحس اكو معنى للحياة، كانوا حلوين كلهم. يعني مع سيدة فاتن حمامة كان ذاك الجيل جميل. انا برايي اندثرت السينما العربية، لو باقين على ايام قبل ويرجعون على افلام قبل هواي احسن من هسه. كنا لما نريد نتذكر الأيام الجميلة، لما نحن للأيام الجميلة، فواحدة من الأشياء اللي نسويها أنه نرجع نشاهد الأفلام القديمة، أفلام الخمسينات، الأربعينات، الستينات، تحس كل شيء بيها حقيقي. الله يرحمهم، دولة كلهم أسماء ما تتكرر أستاذ، وكانوا عندهم هدف ورسالة من الفيلم. هسه الأفلام ما بيها هدف، ما بيها قصة، تطلع من الفيلم أنت مضايق يعني. نعود مرة أخرى إلى المشاركين معنا هاتفيا بعد أن استمعنا إلى هذه الآراء من بغداد، والتي تعبر يعني عن أن هذه الفنانة كانت تمثل حنين إلى زمن جميل ربما يرغب كثيرون في العودة إليه، وربما من لم يعاصروه يرغبون في أن أو كانوا ليرغبوا أن يعيشوا فيه. لكن أستمع إلى زهير حسني من الأردن. مرحبا بك يا زهير. هل يعني هل تعتقد أن أحد أسرار نجاح السيدة فاتن حمامة هو هذا الزمن الجميل الذي أتت منه ومثلته، والذي يحن إليه كثيرون في منطقتنا، أو حتى ممن لم يعصروه كانوا ليحلمون بأن يعيشوا خلاله؟ مساء الخير لك أستاذ محمد والأستاذ حازم. طبعا السيدة فاتن حمامة قدمت الروح المصري الأصيل فيما يرتبط بالحب والعلاقات الإنسانية والقيم الأخلاقية السامية. نعم. السيدة فاتن حمامة جسدت الشخصية النسائية ذات الطابع النقدي اللي حملت رموز ديمقراطية في إمبراطورية مين. طبعا زائد كمان يوم مر ويوم حلو اللي هي ناقشت فيه قضية العشوائيات. نعم. عدا عن قانون الطلاق والزواج اللي غيرت فيه القوانين المصرية. ساهمت في جماهيرية الفن وارتباط الجماهير العربية بهذا الفن واحترام، عملت صورة جديرة بالاحترام للمرأة المصرية خلال القرن العشرين كلياته. عملت بدور الفن في تطوير المجتمع وتغييره نحو الأفضل. بكفي النقاد الإسبان سموها الأيقونة النادرة للسينما المصري. تمام يا أستاذ زهير، شكرا جزيلا. وعلى ذكر المرأة المصرية نستمع إلى صوت نسائي، وأستمع إلى إسراء الزيات. يا إسراء مرحبا بك. هل تعتقد أن فعلا فاتن حمامة نجحت في تجسيد قضايا المرأة والتعبير عن همومها وآمالها؟ فاتن حمامة أدوارها كلها دايما في الأفلام الأبيض والأسود أو أفلام السبعينات والثمانينات كلها دايما ليها دور، وبتناقش قضية معينة. يعني ما كانتش بتعمل أفلام مثلا تجارية أو تسويقية، ودايما كانت أفلامها كلها خالية من أي ألفاظ بذيئة أو إيحاءات أو مشاهد خليعة. كانت أفلامها من النوع الراقي لكل الأسرة تشاهده وهي مرتاحة، مش زي الأفلام اللي دلوقتي فيها ألفاظ وحشة، فيها مناظر وحشة. تمام، شكرا يا إسراء.
فهيمة سريعا من الجزائر، تفضلي. شكرا أخي. أخي أنا مش عاطفية، لكن أقول لك هل هذه الفنانة عملت أعمال خير لشعبها؟ يعني عندها حاجة تركتها من وراها، يعني فعل خير يعني لشعبها، إنها جسدت الأدوار، جسدت الأدوار، أخذت عليهم مقابل ما عملتهمش ببلاش. يعني أي فنانة تجسد الأدوار، وما هذه الأدوار التي جسدتها؟ نعم. هي أدوار عاطفية. نعم أخي. تمام. نعم. شكرا، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدية في كل مكان، أعود إلى زميلي حازم الخولي للتعرف على مزيد من المشاركة، تفضل. محمد بن موصلنا قبل قليل تساؤل علي فتحي الذي يقول على صفحتنا على تويتر: رحلت سيدة القصر وفنها الجميل عن عالمنا، فمن الذي سيرث عرش السينما من بعدها، وكيف ستنهض السينما العربية؟ ألا نحتاج إلى ثورة؟ أحمد النمري يقول: ستظل فاتن حمامة أيقونة السينما العربية لعدة أجيال قادمة. أخيرا وداد إبراهيم تقول: ستظل فاتن حمامة أسطورة السينما العربية التي قدمت معاناة المرأة والقضايا الاجتماعية بإحساس عالي. إليك محمد. شكرا جزيلا لك حازم على هذا العرض. مشاهدينا في كل مكان، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أنا محمد سيف النصر أن أوجه لكم جزيل الشكر. بإمكانكم أن تدلوا بأرائكم في هذا الموضوع، الفنانة فاتن حمامة وما الذي مثلته للسينما العربية وغيرها من الموضوعات، على موقع بي بي سي على الإنترنت bbcarabic.com. إلى اللقاء في حلقة أخرى من نقطة حوار.